عندها عائشة سعيد. نبقاو دائما في حداكة المستمعات ونتعرفوا شنو غتقترح لنا اليوم. صباح الخير لعائشة. صباح الخير لاله سناء، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ الحمد لله، صباح مبروك ان شاء الله ومبارك عواشركم. بارك الله فيك، تمنى تكون على خير ان شاء الله. نتمنى وان شاء الله يا ربي يا ربي امين، حنا وانتم ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ياك ان شاء الله. نبداو عندي نعطيك شي دي صالات دابا مع الصيف تبارك الله، العيال كيبغوا لك شي بان اييه حويجات خفاف اييه ان شاء الله. عندنا 500 غرام ديال خيزو، عندنا كيلو ونص الو اييه تفضلي، كيلو ديال الليمون، ثلاثة معالق ديال الماء زهر، إيه واحد الحامضة، نص معلقة القهوة ديال القرفة، واخا والسكر حسب الذوق، إيه مفهومة المقادير، واخا نعاودوهم إلا سمحتي عائشة. عندنا نص كيلو ديال خيزو، عندنا واحد كيلو ونص ديال الليمون، عندنا ثلاثة معالق ديال الماء زهر، عندنا حامضة، عندنا نص معلقة ديال القهوة ديال القرفة، وعندنا السكر حسب الذوق ديال كل وحدة. ايه كنغسلو داك الجزر ديالنا مزيان، وكندوزو في الحكاكة الغليظة، وكنعصرو عليه داك الليمون، وتنزيدو عليه ديك الحامضة، وتنديرو داك السكر اللي حسب الذوق، وديك القريفة ومع داك الماء زهر. صافي كنقدموهم في داك مع كنقدموهم في الكويسات ولا في دي فيغين ولا كسلطة باردة منعشة لهاد الصيف، منعشة وكيجي زوين. وعندنا عندي واحد ديال الفلافل، سلطة بالفلافل الثلاثة، داك الثلاثة الحمراء والخضراء والصفراء، كنشدوهم كنقليوهم، كنقصروهم ونمسحوهم مزيان، وكنقليوهم في الزيت، وكنحيدو لهم دوك الجليده ديالهم، وكنديروهم على شكل طولي. صافي كنحطوهم، كنديرو عليهم شويه الخل وملحه البزار، شويه ثومه غبره، وتنخو عليهم نص كاس ديال الزيت البلديه، واحد المعلقه ديال المطر، كنخلطو كلشي هاد المقادير كلها هي، وكنخويو على ديك السلطه ديال داك الفلافل، وتنقدموها مع اي وجبه. اييه فعلا كنحطوها هكا ديال سلطة مع كندورها في الطبيخ. اييه كمقبل هكا ديال الصيف كتجي تاهي زوينه. وعندي سلطه ديال البربات، هي دائما مع السكر، عندنا 500 غرام ديال البربه، ثلاثه ديال التومات محكوكين، ربعه المعالق ديال السكر، جوج معالق ديال عصير الحامض اولا الخل اللي موجود في الطبق. صافي تنغسلو بزاف مزيان البابا، ترميو عليها الماء، تنخو عليها، تنديرها في الماء سخون مع داك الدريس تاع الثومه حتى تنضج، حتى تطيب لينا في داك الماء، ونخليوها حتى تبرد، وتاهي كنديروها في داك الحكاكه الغليظه، كنضيفو لها داك عصير الليمون اولا الحامض ومع داك الخل. صافي وديكو تنزيدو على داك شويه الثومه اللي بقات، وتنقدموها بالصحه والراحه. راه كتجي بنينه، واخا كتشوفي ديك البربه فيها الثومه راه كتجي زوينه غزاله، كتمشي معاها فعلا الثومه كتمشي مع البربه. أيه؟ هاد المقبلات كلهم اللي ذكرتي يعني صيفيين ومنعشين وخفاف. أيه ماشي ما تقفش ما كيكونش وعندي لاله، عندي واحد الدجاج توا قطبان كيجي زوين. كناخذو 500 غرام ديال الدجاج مقطع مربعات، كناخذو فلفله حمراء هي مقطعه مربعات، عندنا بصله هي مقطعه مربعات، والتوابل الاتيه، عندنا البزار، المليحه، شويه اليزير اولا الزعتر، شويه الخل، معلقه ديال الخل تجوج، جوج معالق الزيت البلديه، ثومه محكوكه، وعندنا اللي بغى تزيد كاين دابا القوم ديال راه كيتباع في الاسواق، داك ديال الدجاج مشوي. اييه كتعطيني الدجاج مشوي كتزيدي في داك الدجاج، العطريه يعني ديال الدجاج مشوي معروف. اييه صافي كنديرو داك التوابل كلها هي مع داك الدجاج، وكنحطوه في الثلاجه واحد الساعه ولا ساعتين، بين ما بغينا نطيبو بين ما بغينا كيشرب داك العطريه. اييه صافي كنشدو دوك العويدات ديال العود، كنضمو فيهم جوج ديال الطريفه ديال الدجاج، كندير واحد الطريف ديال البصله، كنعاودو نديرو الدجاج، كنديرو طريف ديال ديك الفلفله الحمراء، وحنا غاديين حتى كنكملو دوك القطبه ديالنا. صافي اما كنشوفهم فوق البانينو، زي ما كنشوفهم في الفخر اللي موجود. اييه كيجيو تاهما مزيانين. الا بغينا نتفننو عليهم، بغينا نقدموهم شي تقديم زوين، كنشدو داك الكروم كنقطعوه من النص، وكنرشقوا في دوك العويدات ديالنا دوك القطبان ديالنا، وكندوروها كنديروا الوسط، وكنديروا الخس، وكنديروا مطيشه والخيار وداك الشيء، كيجي هذاك الوسط وكيجي داير به الخس ومطيشه والخيار، كل تجي طبق كبير غني. اييه
وكنتي كتقدميه بالصحه والراحه بحال دابا هذا الصيف اي حاجه درتيها كتجي زوينه فعلا. بارك الله عليك. الله يبارك فيك. يعطيك الصحه. اييه عندنا واحد عندنا لاباط فيتي دابا ملي كتسالي منها كتشيك لينا لاباط فيتي في الثلاجه كنشدوها كنسرحوها كنديروها مربعات كان عندنا داك عندنا داك القالب داك المربع داك الساركل داك المربع كنقطعوه على شكل مسمنات كنعمرو كنديرو كتكون عندنا كفته ولا دجاج ولا طون ولا اللي موجود اللي موجود اللي شاكلينا ثاني كنشدو كنحكو عليه داك الفرماج احمر كنديرو عليه شويه لاموطاز بهكا وكنكون عندنا كاس البيشاميل بارد وكنديرو الفرماج احمر تا وكنحكو على موزاريل ولا اللي موجود صافي كنشدو ديك الرغيفه ديالنا كندهنها شويه في الوسط بداك داك البيشاميل كنحطو على داك المقدار ديال الحموله اللي كان وكنحكو على داك الفرماج احمر وكنعاودو نسدوها بواحد وكندهنو جنابها بالبيض وكنحطو عليها وحده قدها وكنسدوها من جنب وكنحكو على شويه الفرماج كندهنوها بالصفر البيض كنحكو على شويه الفرماج كندخلها الطيب كتجي تاهي زوينه حتى هي مملح زوين هكا مملح زوين وكوتي ولا العشاء كوتي ولا العشاء العشاء كتجي عشاء خفيف دابا في الصيف كنبغيو حويجات اللي هما ساهلين وخفاف كنبغيوش نبقاو في نفس النظام هكا ديال طيله العام الوليدات يكونوا كنبحرين كنبغيو حويجات اللي هما ساهلين نعطيك واحد عصير لافوكا اييه نختمو به ان شاء الله واخا لافوكا مع البنان اييه عندنا واحد يطول الحليب عندنا واحد لافوكا جوج ديال جوج ديال ديال البنانات والسكر حسب الذوق صافي كنقصوا ديك الفاكهه اللي عندنا كلها كنحيدوا داك لافوك كنحيدوا له داك العظم ديالها كتزيدات كلشي عارفين صافي كنشدوا داك البنانات وكنقصوا كندير كلشي في الخلاط مع داك الحليب صافي كنعصروا كلشي فيه كنقدموا بارد راه كتواتى مزيان ديك لافوك كيجي ثقيل هذا ياك وكيجي خاطر كيجي خاطر اللي كيبغيو كيبغيو الوليدات كيجي بحال شكل هذا وواحد عصير باللوز والتمر عندنا واحد يطرد حليب يكون بارد وكاس ديال كاس ديال العنبه ديال اللوز مسلوق ومقشر وستات حبات ديال التمر بلا كنحيد لهم تاهما العظم السكر صافي كنطحنوا كلشي مع كيكون داك الحليب بارد كنطحنوا كلشي مع كيكون عندك ديما كيكون عندك في الثلاجه داك هكاك اللوز مقشر موجود كتحطي داك الشيء مع التمر وكطحني مزيان كطحن حتى تيطحن حيت فيه شويه اللوز كيبغي يطحن كنطحنوه مزيان وكنقدموه بارد مول العيش كيجي تا هو زوين فعلا وخاصه الا بقات عندنا شي بركه منهم اللوز والتمر إيه كان بعد رمضان راه باقا عندنا اييه فعلا داك الشيء نوضفوه في شي حويجات ديال الصيف اييه ان شاء الله والله يوفقك الله يعطيك الصحه صباحك مبروك على اختك علينا وكنشكرك بزاف عائشه الله يبارك بارك الله فيك شكرا لك بزاف على كل هاد الاقتراحات اللي قدمتي لنا واكيد المستمعات غادي يكونوا سجلوهم لانهم مقبلات اللي هما ساهلين وخفاف و...